توا يعيطولك ددو. لا مستحيل، لا بالعكس، نعمة وكان باب الخير لينا. اي بالحق، بعد شوف لي حل الاولاني ديجا عامل شوف لي حل الثاني. شنو هو؟ لا لا من اليوم يعيطولك ددو. اي يعيطولي ددو، حاجة باهية، حاجة باهية، يعني اسمي قاعد يخدم وحده من غير ما هاني نجم نقعد نتلهيب ولادي وداري، والاسم قاعد يخدم. فما حاجة من الحاجات اللي ما يعرفوهاش العباد، انه اثناء تصوير شوف لي حل، بعد اذنك نجم نحكي فيها ولا لا داير؟ ساعة شنية هي؟ كنت عرضت لأزمة صحية. اي وعمرك ما حكيت عليها الحكاية هذه بكل. ليه؟ وعملت عملية وقت التورناج. سليمان لبني. تحب تقول لنا على شنو ولا لا الساعة؟ اي بون. شوف مش تبكي. لا لا مانيش بنبكي، لا لا انا عامله مكياج حلو وجايه مع الجروب الحلو. لا البكي لا، شوف هو ابتلاء من عند ربي يعني المرض. اما بالحق لي مومون اللي تعديت بيهم في شوف لي حل، اللي خلاني نقف على ساقيا هو وجود امي ربي يخليها لي، بابا، حتى الجيران وليكيب نتاع شوف لي حل، الفريق التقني، وحتى الحره. أنا وقتها كنت ما بين شوف لي حل والحرة، نخدم 20 يوم في تونس وعشر أيام في لبنان كل شهر. بعد حسيت اللي فما حاجة هوني نحس فيها، غسلوا حكاية فارغة، مشينا للدكتور، دكتور زاوش وقتها، قال فما مشكل في التيغويد يلزمنا نعملوا عملية. اللي كان صعيب ياسر انه هو اكثر حاجه كانت محتمله انه حكايه فارغه، بشي يعني البيغ انه بشي نحيو شطر الغده الدرقيه ويعطوني حرب وش نعيش بها. العمليه كانت صعيبه برشا، وامي كانت معايا ربي فضلها لي، يعني حتى طبيب خرج قالها تعبت برشا في العمليه خاطر كيف حلوا ونحاو شطر الغده الدرقيه، قالوا لهم راه لاباس برسك البنج بشوفه بشي سكرو، كلموهم قالوا لهم راه كونسير دو لا تيغويد، دونك كنت تلازم بشي يزيدوا البنج ويعاودوا يحلوا ونحيوا التيغويد الكل. بالطبيعه يلزم برشا خدمه، لي جلوند نتاع الكالسيوم تمسوا، ولات عندي نيبو كالسيمي، شعري طاح، ضعفت، اما رجعت نخدم. علاش؟ على خاطر كان فما ان سوتيان ياسر كبير وفما ايمان كبير بربي. يعني انا حتى والله نذكر سامي في حكايه تونسيه قال لي انت ما قلعتش، انت وقتك بين شوف لي حل ولبنان ما نجمش نقلع. علاش؟ على خاطر الانسان اللي يمر بمحنه وابتلاء راهو ديما يشوف الدنيا بطريقه اخرى، معناها يولي اكثر ميغ واكثر معناها يشوف الدنيا اللي هي تافهه الحقيقه، فهمت؟ دونك بعد الفيريود هذيك تقول لي معناتها صوت كهرب شوي، صوتي يتنحى. انا عندي سيزون كامله في شوف لي حل ويرحم والديهم بالحق، الفريق التقني، الترزه الوطنيه وقتها سي صلاح الدين الصيد، الكاتب يقولوا لي ما يسالش اقعد، كنت نخدم سيزون كامله بفولاخ بالحق، بربشتني انا عمري ما حكيتها عند 13 سنه. لا الفولار راهو ما عرفناش علاش. اي وكان ما عنديش صوت، وساعات سفيان الله يرحمه سفيان الشعري كنت كي نجاوبه نتكلم صوتي كان كالمعزه، معناها نقول له ولا سي كمال تبيتي وي دكتور، معناها صوتي بالحق كالمعزه كان، يقولوا لي ما يسالش. حتى بشوي بشوي رجع وطلعت لبنان بعدها، يعني في نفس الجمعه طلعت لبنان بونسمون، معناها تخوف كي نشوفوا كيفاش تعرف، تصور انت بلاصه تحلت مرتين، فهمت؟ وخدمت ما عنديش صوت، وزاد تحيه للبنان والله وقناه الحره اللي قالوا لي ما يسالش تنورنا كي تقعد في بلاصتك حتى ما تكلمش. خدمت وخلصت وشفت بالحق سوتيان مغال هذاك هو اللي يخليك نسيت اللي انا مريضه. اما راهو فما بعدها بعام صارت لي مشكله في المسارن، انا عندي مرضي دو كرون، وانا وكمال تويتي وقف التصوير وقتها زوز في سبيطار ميليتير. هو قلبه، اي هو القلب، وانا كنت فما مشكل في المسارن زاده، فهمت؟ دونك كلمة حن نتعداو بها نرجعوا من بعد بروحها. وقتها شكون اللي وقف معك؟ شكون اللي بالرسمي وقف معك في البريود ده؟ امي ربي يخليها لي. امي كانت امي عمرها ما حستني اللي انا مريضه ولا تعبت، انا ما فقتش اللي انا مريضه كنا توا كي نبدا نحكي. اما ديما تقول لي قوم اخدم امشي، معناها مش مشكل. نقعد في السوفنير هذاك انا. سامحني كان بربشتك. لا لا ما يصيرش، اما بالحق راهو والله مقويكم خاطر 13 سنه عمري ما حكيت على الحكايه هذه، واللي هي ابتلاء، اما ابتلاء حلو يخلينا قراب من ربي ويخلينا قراب من الناس المريضه ونحسوا بهم اكثر ونشوفوا الدنيا بطريقه خير. صحاب تصفيقك. كي باش نجاوبوا عديت خمسه سنين. اي شادها في كوار. لا خاطر لا بالرسمي معناتها دالي دمك يعطي الصحه، قعد معناتها يتفرج
في سيزون 2 نتاع شوف لي حل. قال لي راهي لاحظت معناتها اللي عندها فولاره راهي حاطتها في سيزون 2. حتى الصوت ظاهر، حتى الصوت واضح. فوالا معناتها كانت بدينا نعملوا ريشيرش من الحكايه. المهم سامحني راني انا عامله يول في السويد، طلعت للسويد بالذمه باش نعرف شنو صار، تبين انه نزيد معناها نكملوا راني بالحق انسان بشكوتو. طلعت البارتي اليمين الكل باراليزي، يعني تمسوا لي كور دو فوكو وتمس النار. معناها وقالت لي ميراكل لا لا قالت لي سي ميراكل اللي صوت هكا ما كنت قبل نغني بالكدا وصوتي كان قوي وكان في معناها رنه اخرى. الحمد لله الحمد لله.